السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. أنا محمد العامري أحدثكم من مكتب مهارات نجاح للاستشارات. كثيرا ما يردنا السؤال، لماذا نحن نحتاج إلى استشارة إدارية سواء كنا على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات؟ ما الذي سيضيفه لنا المستشار الإداري؟ الاستشارة الإدارية تتكون من عنصرين، العنصر الأول عنصر التشخيص أي تشخيص المشكلة، والعنصر الثاني وضع مشروع لتنفيذ التوصيات وحل المشكلة، تماما كما يحصل عندنا في المجال الطبي. تعالوا نعقد مقارنة حتى تضح لنا الأمور. في المجال الطبي يتم التركيز على حياة الفرد، في مجال الميدان الإداري يتم التركيز على حياة المؤسسات. كما يحصل للفرد مرض، قد يحصل للمؤسسات مجموعة من المشكلات والتحديات أو حتى حاجة للتحسين من أجل المنافسة. الطبيب في العادة يقوم بعملية تحليل الأعراض ويفرق ما بين العرض وما بين المرض، ويقوم الطبيب بتشخيص المشكلة حتى يستطيع أن يقوم بوضع علاج. كذلك المستشار الإداري يقوم بعملية تحليل ومسح المنظمة، ثم بعد ذلك يقوم بعملية تحديد المشكلات ويحدد الأسباب الجذرية. قد تكون مشكلة في عمليات التخطيط أو في عمليات التنظيم أو في عمليات التوجيه أو في عمليات الرقابة، وقد تكون في وظائف المنظمة في عمليات الإنتاج وعمليات التسويق وعمليات التوظيف وعمليات التمويل. المستشار سيقوم بتحديدها. كما يحصل في المجال الطبي يتعرف الطبيب على المرض، فإن المستشار قادر على التعرف على المشكلة ومدرب عليها. برنامج المعالجة يضعه الطبيب عادة يضع مجموعة من العلاجات، كذلك المستشار يضع إجراءات لإنعاش المنظمة وحل المشكلة والقدرة على التحسين. كما أن الطبيب يعطي مجموعة من المعالجات الطبية، فإن المستشار يعطي مجموعة من التوصيات التي يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى المنظمة لتنفيذها. كما يحصل عندنا هدف أساسي في الميدان الطبي الشفاء، فإنه في مرحلة المؤسسة يكون عندنا الهدف مواصلة النمو والتحسن. عادة المستشار الإداري سيساعدك أن يعطيك توصيات، وقد يساعدك على تنفيذ المشروع من أجل عملية التحسين. هناك فرق بين عمليات التشخيص وفرق بين عمليات حل المشكلة. اتصلوا بنا، نحن في مكتب مهارات النجاح متخصصين في وضع مجموعة من الاستشارات الإدارية لتساعد منظماتكم وتساعد الأفراد على النجاح. شكرا لكم.